جديدة، ترحب بكم في حلقة يوم الاثنين 14 نوفمبر 2016. مرحبا بكم، تستقبلوا الفنان المغربي أمير كمال اللي نزل أغنية جديدة اللي هي انت اللي بغيتي، جمع على جيتار، وغادي نتكلموا على هاد الأغنية الجديدة مع الفنان ابن مدينة وزان. وتحية المستمعين بمدينة وزان أمير كمال، أهلا بك على ميديا لاباس. أهلا سي منتصر، أهلا، كده لبس عليك. لبس الحمد لله. توحشناكم. احنا توحشناك. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. اذا مبروك الاغنيه الجديده. الله يبارك فيك. قبل ما نرجعوا ليها، باش الناس اللي مازال كاين الناس يعرفوا كل شيء، ولا كاين اللي باقي ما تعرفك؟ تبارك الله، كاين الناس، كاين الجمهور اللي كيعرفني، كاين اللي خارج المغرب. كاين خارج المغرب. فين عندك الجمهور بزاف؟ كاين الجزائر. بالنسبه للاغنيه اللي لحت جديده والاغاني الاخرى، كتشوفهم هكا كدير داك ستاتيستيك ديال اليوتيوب، كتعرف المشاهدين فين. في امريكان، كاينه في امارات. من غير المغرب فين عندك الجمهور اكثر؟ امريكان كاينه، كاينه هولندا، وكاينه بالنسبه لاوروبا كاينه هولندا، وبالنسبه كاينه امريكا، المغرب والجزائر. نعم، في نظرك كيفاش كاين جمهور كبير في هولندا؟ هذا علاش راجع؟ راجع الجاليه المغربيه، وجا وراجع العربيه. نعم، اللي متبعينك. متبعيني. هادو كانوا عرفوك ملي كنتي في اكس فاكتور؟ يمكن. ها؟ يمكن. اذا نبغي نذكروا بانك كنتي شاركتي في اكس فاكتور في النسخه ديالو الاولى ديال ام بي سي. دابا هي شحال كان داز؟ دابا 3؟ لا، دابا بروميير. لا بروميير، مازال ما دوزو الدوزيام. اكس فاكتور؟ وي. اكس فاكتور. يعني كان داز ديال محمد الريفي. فوالا. هذاك كان في سي بي سي. حيت تبدلوا من تبدل من القناه للقناه، يعني عاد تبدا من الاول. هما بالنسبه للام بي سي اعتبروا بان ذاك الموسم الاول هو اللي كان عنده، هو اللي شاركتي فيه. هو اللي شاركت فيه. نعم. انت باقي تلعب شويه الكره ولا والو؟ الى كره. ها، تايكواندو. شمن كره؟ تايكواندو. انا الكره مشيت لك مع الكره، لانك انت جاي مع المنتخب الوطني في رياضه التايكواندو. بعد ما خديتي لا سانتور نوار، الحزام الاسود، في 2005. باقي تدير؟ مازال كندير تايكواندو. شي حاجه دابا؟ لا لا، بيني وبينك الطبله والميكرو ما خصناش نعصبوك. اذا نرجعوا للجديد ديالك، هي الاغنيه اللي طلقتي وهي اللي غادي نتكلموا عليها دابا الان، هي قطعات انت اللي بغيتي. الفكره ديالها وكي جات تكلمينا عليها. الفكره ديال انت اللي بغيتي، بالنسبه لخرج اول اغنيه ديالي هي انت، هي ليله زاهيه. ليله زاهيه كانت واحد الطابع، يعني الموسيقى ديالها كتكون شويه كانت غربيه، شويه طابع غربي، شويه ار ان بي. ما موراها يعني مع الباج اوفيسيال، مع الجمهور، مع الاصدقاء عاوتاني، يعني بغيت ندير عاوتاني اغنيه مغربيه اللي عندها واحد الطابع مغربي، وموسيقى مغربيه، والات مغربيه. وفكرت درت اغنيه ديال انت اللي بغيتي، والحمد لله غادا مزيان. شكون هاد دكتور بلاك؟ دكتور بلاك يعني ارونجور. ارونجور في الرباط، كنوجه له التحيه. هو اللي دار التوزيع الموسيقي للاغنيه. دار التوزيع الموسيقي، يعني درنا فيه مزج ما بين شويه الكترو وشويه مغربي. وانت الكلمات؟ كلمات والحان، يعني كلمات والحان احمد الرواعي. الرواعي والالحان ديالي وديالو. داخل شي فيها، حيت بحكم انك تتعزف على الجيتار دونك. وي درتي كونسيرفاتور ولا انت يعني شويه؟ المهم انا في الصغر ديالي، يعني قريت، يعني في الصغر قرينا في مدرسه هكا، ودار الكونسيرفاتور ديالنا بالنسبه، ولكن ماشي درنا كدروس يعني اللي تقرا هكذا، ولكن درنا بالنسبه للكورال، فرقه الكورال كنا معاه. ولكن استفدنا ضروري، يعني كتكون في واحد البيئه موسيقيه راه ضروري كتستافد. امير كمال، غادي نسمعوا القطعه انت اللي بغيتي، وراجعين ليك ومن بعد تعزف لينا شي حاجه مباشره على درتي لا كليب هذه نسيت انت اللي بغيتي. درنا الارت وورك، ولكن عباره على بغينا نبدلوا شويه الفكره ديال الارت وورك، بالنسبه كدير تصويره بوحدك هكا، والكلمات يدوزوا. اي كاين بعض واحد كيدير التصويره ديالو بوحدو، ولكن انا بغيت اختصرت معايا واحد المانكا اللي كنوجه لها التحيه. المهم درنا واحد الفكره جديده، فيها التصوير، فيها البحر، فيها الرومانسيه شويه، والحمد لله. يعني شنو القصه ديال انت اللي بغيتي؟ انت اللي بغيتي يعني كتكون عندك واحد القصه انت وشي وحده، وكيوقع، فهمتي، كيوقع
خصام وكذا وكذا داكور وكت الحكايه راه في الاغنيه نسمعوا ليها انت اللي بغيتي غنستمعوا الامير كمال وراجع لكم في هذا المباشر على امواج اذاعه ميديا L'invité de Mosaïque. Amir Kamal, si l'ibriti l'jadid diallo, Amir Kamal, Dave Diana, Halkat Lyon, Barnamaj Mosaïque, j'aime la guitare. La guitare, n'imte en tête à Zafali, Amir Kamal. La guitare, quand elle est là, dit Chakraben, ou 5 ans. 5 ans. T'as l'imti hakdak. T'as l'imti hakdak. T'as l'imti hakdak. بارك الله عليك. يعني ملي كتكون داير واحد الحاجه يعني واحد الحاجه بانك باغي توصل لواحد الحاجه سيرتو ملي كتكون في الموسيقى وكتكون كتغني كتكون ضروري خصها تكون عندك واحد الاله اللي تعزف عليها وبالنسبه لي انا كندير التلحين وكندير شويه كلمات اخترت جيتار جيتار هي اللي كنشوفها اللي قريبه لي بالنسبه لي سونتيمونتال ولا بالنسبه شي نسمعوا شي حاجه هكذايا مقطعش في دقيقه او جوج دقائق شنو نديروا بلا جيتار مثلا نديروا الراي دير رايت انت تتعشق الراي I like راي بصحتك سيدي شنو نديرو نديرو عيشه اللي بغيتي انت اللي تغني ماشي انا اوكي comme si je n'existais pas elle est passée à côté de moi Sans un regard, rien de savoir. J'ai dit Aïcha, prends tout pour toi. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Habibi blabik, le menren aïch. Habibi blabik, fdon li ghir l'mot. Habibi blabik, le menren aïch. حبيبي بلا بيك فضل لي غير الموت عايشة عايشة اكوت ما عايشة عايشة والقلب رشا عايشة عايشة ونموت عليك بارك الله عليك أمير كمال يعني بدلتي شويه الكلمات وي بدلتي الكلمات واحد الكلمه ديال نعم فيها حبيبي بلا بيك لما غادي نعيش نعم بلا بيك نعم. بلا بيك غادي نموت انت كاينين فنانين بعض الفنانين انهم توجهوا بالاغاني ديالهم باش يديروا بهم البوز سواء تختار العنوان القطعه او تدير شي حاجه البوز انت ما خديتيش هذه الطريقه ديال بالنسبه لي انا ما بغيتش ندير البوز لا ماشي ما بغيتش ندير البوز البوز بغيتي يعني ندير البوز لا باغي ندير البوز كيشان بغيتي ندير البوز يعني بالنسبه للكلمات وبالنسبه للاغنيه كتختار خصك تختار بالنسبه للعنوان على حسب الموضوع اللي كتكلم به ما يمكنلكش دير شي عنوان ديال شي اغنيه ما فيهاش عندها الكلمات وعندها يعني على واحد الموضوع خصك ضروري تصيب على حسب داك الموضوع داكشي اللي كاين انت الان شحال عندك من اغنيه ديال كاينه ليلى زاهية عندي اول ليلى زاهية اول حاجه هي اول حاجه كانت عندي قبل من ليلى زاهية كان عندي كوفر ديال الزينه وكنصوروا لي الصديق ديالي حسني التهامي كنوجه له التحيه راهو معايا في الاستوديو راهو هي مرحبا به والاغنيه الثانيه هي درتها بالنسبه هي ليلى زاهية موراها درت انت اللي بغيتي انت اللي بغيتي انت يعني في عام يعني تعطلتي باش نزلتي ان دوزيام سينجل شنو اللي جاري اللي جاري وهو الانتاج ولا بالنسبه هذه واش اختيارات ديالك بشويه عليك تتعرف شنو لا ماشي بالنسبه للاختيارات الاختيارات يعني ضروري يعني خصك على الاقل الا واحد 3 mois بالنسبه تحط لا سينجل او لا ولكن بالنسبه علاش تعطلت انايا كنت يعني اخترت يعني كانوا جاوني عروض بالنسبه للشركه الانتاج والحمد لله دابا كنشتغل مع شركه الانتاج اللي سميتها ريمان ارت برود والملك ديالها رشيد العلوي كنوجد له التحيه يعني وعليها كنت تعطلت بغينا نصايب واحد العمل اللي يكون جميل جميل ان شاء الله والشغل ديال بالنسبه انت اللي بغيتي يعني كانت يعني فيها يعني
شغلنا على واحد الاغنيه ديال بالنسبه للتصاور وكذا يعني شغلوا معنا شركه. وبالنسبه ديال بالنسبه لشركه الانتاج عندنا واحد العمل اللي داخل ان شاء الله هو اللي غادي نطرحوه ان شاء الله غيكون ان شاء الله كليب في 2017 ان شاء الله. اغنيه جديده وي هذه ما ديرش لها كليب. لا هذه انت اللي بغيتي. لا ما تكونش لها كليب. كنوجدوا اغنيه ثانيه ان شاء الله اللي في كلمات والحان يعني زكريا بقشة كنوجدوا التحيه ويعني ان شاء الله تكون اغنيه زوينه. نعم الموسيقى الان يعني موجه ديال اللي فاحنا الان ديال الاغنيه الشبابيه او الاغنيه العصريه المغربيه انت داخل فيها في نظرك ولا بعيد من هذا الشيء؟ لا بالنسبه للموجه انا ما كنتبعش الموجه. كنبغي انا نتبع واحد لو ستيل ديالي غادي فيه. الوغ لو ستيل اللي هو لو ستيل هو بالنسبه كدير بسبع عن غالي المغربي حيت انا مغربي وكنبغي نبين الاغنيه مغربيه. ولكن بالنسبه لو ستيل يعني نقدر نغني اغنيه يعني موسيقى غربيه نقدر ندير موسيقى غربيه ولكن فيها كلمات مغربيه. وهذا هو بالنسبه لو ستيل ديالي يعني كتبقى مع ماشي الموجه ولكن كتبقى مع شكون الفنان او الفنانه اللي تبغي دير معهم ديو؟ تتخمم دير ديو ولا لا؟ ديو ان شاء الله كنخمموا نديروا ديو ان شاء الله يكون ديو يعني فنانين خارج المغرب ان شاء الله. يعني كاين واحد كاين اشتغال ان شاء الله كاين مو هذه غنخليهم مفاجاه هذه كاين ان شاء الله ان شاء الله. كاين امير كمال انت تتعيش بالفن ولا عندك شغل ديالك اكوتي ولا شنو؟ لا انا في هذه الساعه كنعيش بالفن. وي دونك تعيش مزيان مزيان واخا ياك تدير حفلات تدير خدام وي. في ياك ما خدام في شي بلاصه بالليل او كذا؟ لا كندير حفلات في... ولكن انت عندك جوج اغاني كيفاش يمكن لك تدير حفله؟ شنو تتغني في الحفله؟ كنغني طرابي كنغني. عطينا شي حاجه طرابي مقطع قبل ما نختموا معاك بقطعه ليله زاهيه. غدير انا بجيتار ولا هكذا طرابي؟ وحنا نشوفوا نديروا بجيتار. يلا عطينا شي حاجه دغيا قبل ما نستمعوا لليله زاهيه. امير كمال لافيتي دو موزايك عربيه شنو نديروا؟ المهم نديروا اكابيلا وصافي بلا ما يلا دير اكابيلا. يلا مرحبا شي اللي درنا الجيتار غنطولوا. لا عطيناها مقطع هكذايا. اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك واكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسة اكذب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر وانا ارسي علي امال انا ايه ما تقول انا ايه اختار لي بر وانا ارسي علي انت حبيبي. شكرا وقطعة جميلة للمرحومة وردة اكذب عليك. نكذب عليك لا قلت لك راه باقي غنكملوا اللقاء لان وصلنا الموجز الاخباري وبعد موجز اخباري غنلتحق بنا الشاف موحى. امير كمال اللي جا لعندنا باش يدير لا بروموسيون السينجل ديالو الجديد انت اللي بغيتي في المواقع الاجتماعيه بغيتو تتبعوه امير كمال باش اوفيسيال امير كمال وفي الانستغرام امير كمال واحد وتنتمنوا لك التوفيق وحنا تنتسناو الجديد ديالك ان شاء الله في 2017 ان شاء الله بحول. ليله زاهيه هي اللي غنستمعوا لها الان. اخر كلمه تقول لي فان ديالك امير كمال في هذا اللقاء المباشر على امواج ميديا. نتمنى نكون في ماشي خطط ثابته في الاغنيه المغربيه ونكون يعني سند للمغرب ونبين الاغنيه المغربيه في احسن وجه بالنسبه للمغرب ولا خارج المغرب ولا في العالم العربي ولا في. وشكرا للاستضافه ديال ميدي ان ومرحبا بك اخويا. يعني نتمنى ان شاء الله يكون جديد ان شاء الله والجديد اي جديد ان شاء الله بحول الله غادي يكون ان شاء الله في ميدي ان. انت عارف دار دارك دارنا شكرا.